ناو النهارده دي كره اتحسبت اوف سايد ولكن بتتحسب له لانه شالها ببراعه وقوه وانقاذ هايلين جدا جدا. في كره في اخر دقيقه خالص برضه اتحسبت اوف سايد، هو ما كانش كانت ماشي مع الاوف سايد كويس، بس هي مش معانا في الحالات. انما انا عايز اعتب على الشناوي في حاجه صغيره، الكره اللي بينه وبين محمد عبد المنعم، حاجه من الاثنين يا كابتن، يعني حضراتكم كلكم لاعيب الكوره، خاصه مثلا معانا كابتن ماهر همام في الحته دي كويس قوي، انا لازم يكون في تفاهم بيني وبين حضرتك يا كابتن ماهر كسرد باك، صح ولا انا غلطان؟ بالظبط بالظبط. في تفاهم، مفيش تفاهم، احنا الاثنين هنطلع غلطانين. يعني لو الراجل ده حط الكوره كويس في المرمى، مين اللي غلطان؟ الشناوي ومحمد عبد المنعم. ما ينفعش رد الفعل الفجائي اللي بعد الكوره، اللي انا خلاص الراجل طلع حط الكوره بره، المفروض في وقت زي ده انا كابتن الفرقه اسقف لعبد المنعم، الموضوع انتهى خلص. انما اتعامل معاه واشوح له قدام الناس بالطريقه دي يعني انا شايفها كبيره شويه على محمد عبد المنعم. فكنت اتمنى ان الشناوي ككابتن فرقه يبقى اهدى من كده في التعامل، ولكن في الاجمالي في المباراه انا مش شايف انه اخطا في اي حاجه. بص والحمد لله على اللعبه ديت، في اللعبه ديت انا كمدافع المفروض ما بامنش لحد. ايوه انا رحت للكوره شيل، يروح شيلها مره واحده وبعدين نتكلم مع بعض بقى. الا اذا الحارس الا اذا الشناوي اقرب. حلو يا كابتن. مين لو الشناوي اقرب مين الاول اللي بياخد القرار؟ الاقرب الاقرب اللي خد القرار اللي هو منعم. بس البيضة ولا الكتكوت؟ لا هو منعم. لا اقرب واحد واكتر واحد شايف يا كابتن الحارس. ايوه هو اللي يواجه السرد باك بتاعه، يا يقول له شيل واحده يا يقول اسمه. ما انت الفرود يعني لحق الكوره، هو التردد اللي بين عبد المنعم وبين الشناوي كان في مصلحه الفيرويت. تمام خلاص. فانا كمدافع مبادئ الدفاع بتقول لي ايه؟ ان انا في المكان ده ما امنش الحارس ولا حتى حارس المرمى بتاعي. ده كلام مظبوط مظبوط. وانا معاك وانا معاك، بس انا بقول لحضرتك الكوره اطول بقى، لا هتبقى من 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 في حيز الشناوي. اكيد هيبقى الشناوي هو صاحب الكوره. كلام حضرتك، بس انا نقطتي ان انا المفروض سواء الكوره انا هوصل لها او السرد باك اللي هيوصل لها، انا اللي اوجهه كحارس واقول له يا شيل واحده يا سيب باسم الشناوي. هو في هنا نقطه له طلع على طول. بالظبط مؤاخذه عادل، هي في مشكله يا احمد ان احنا قليل الكلام. يعني في الخط بتاعنا الشناوي المفروض ان هو اقدم واحد في اللعبه دي، هو اللي بيكلمهم وهو اللي بيوجههم، واخد بالك، بصفته ان هو اكبر واحد فيه وعنده خبره. اكيد ولازم يكون هو المذيع. بس هو في نقطه مهمه جدا. اتفضل. يعني يمكن الكوره بعد ما خلصت المفترض ان انت بتبني للعيب اعداد نفسي ان خلاص الكوره خلصت. انا ممكن اكلم السيرد باك بتاعي بطريقه اخليه يتحفز لبعد كده. دي رقم واحد. دي اللي بعد الكوره بقى. دي بعد الكوره. رقم اثنين، انا وجهه نظري اللي دائما حارس المرمى هو اللي بياخد القرار مش السيرد باك. بمعنى وهي الكره جايه، الكلمه اللي بيتكلمها حارس المرمى ممكن انا اقول له شيل بعنف. يعني اللي هو ايه اللي انا بحسسه ان هو في خطوره. لكن ممكن انت لا بتقول له انا مش جاي. لا انا مش رايح لها. لا انا انت خلص. لا يا كابتن، انا بتكلم في نقطه مهمه جدا اللي هو ايه اللغه بتاعه الكلمه بتاعه حارس المرمى. لما انت في كره زي دي فيها خطوره شيل، لازم الصوت بتاعك والاكشن بتاعك يبقى عالي قوي وبحزم. طب احنا كلنا لما الكوره كانت كابتن عادل، ممكن اوضح بس كلام كابتن عادل، وعايز اوصل حاجه قبلها. معلش النبره لما تعلى تخلي تاخد القرار. بالظبط. بس انا لو النبره على حسب الخطوره، على حسب الخطوره. انا يعني تعرضت لمواقف زي كده كتيره بتاع بين الفرود والسرباك والحارس. انت كنت حرامي. في الغالب 90% حارس المرمى، خد بالك، بتحركه الاول رقم واحد هو اللي بيجبر السرباك يعمل ايه. تمام. ده قبل الكلام كمان. يعني انا النهارده الكره اتلعبت كده، لو انا الشناوي ما طلعتش تمام خلاص، يبقى انا بقول لك انت اتعامل مع الكوره. عشان كده ايه؟ فاهم قصدي؟ يعني اللسان اقرب من التعامل. يعني طبعا انا بقول لك النبره. عايز اقول لبلال حاجه بس. النبره اللي حضرتك صح. عادل حتى انت لو معلش يا كابتن ماهر، عشان دي حتى انت لما توصفها انا اقولها لك بشكل ايه؟ لما بتكون انت معدي مكان وفي خطوره جايه عليك، فلما واحد يجي يقول لك عشان تعدي عربيه جايه ولا حاجه عشان تعدي، لازم يعلي صوته قوي وبحاسم قوي يقول حاسب. دي معناها ايه؟ ان في خطوره قوي. لكن انا ممكن اقول حاسب يبقى لسه في وقت. فحتى الشناوي لازم
الحته دي حسينا من عنده. واضح ان ما حصلش اي حاسب ولا حاسب لا ما حصلش يعني اي حوار يعني لازم يحسن الكوره دي بالذات يعني كله اتكل على بعض لازم يحسنا عنده. ده رقم واحد. رقم اثنين بعد ما تخلص يجب انه يتعامل ككابتن تيم. بس انا ليا وجهه نظر في الموضوع دوت تتماشى مع اللي قاله الكابتن ماهر. تمام. انا كمنعم حتى لو الشناوي ايه شيل وشيل الخطوره من على جوري خالص. تمام. ما توصلش للشناوي الامان صح. مش هستنى الشناوي يقول ايه. طيب. انما انا شيل انا عنصر الامان الاول اشيل الكوره وبعد كده لما نتكلم انا والشناوي. ماشي. سهله لان خد بالك سهله جدا احمد هو انا عايز ابدا هجم. انا كمدافع ابدا هجم وانت دارك دارك للملعب. انا اسمع نسمع كده اقضي على الكوره الاول. انا اللي العب الكوره الاول مين بالك يا كابتن. بس استناش مين اللي شايف اكتر يا كابتن. يا كابتن هي النقطه عندي اي كونتاكت توجيه من كونتاكت. انا في الناحيتين ممكن ابقى شايف فعارف اخد قرار بالظبط. الفويس كونتاكت ممكن يخليني مش شايف بس عندي ايه عندي قرار مزبوط. هو اللي بيتكلم واللي بيحدد الاول الشناوي. انت حضرتك شايف بس هو شايف اكتر. فحتى لو بمنعم شال ما شالش قرب ما قربش كان لازم كان لازم الشناوي هو اللي يحدد اتجاه عبد المنعم في الكوره. صحيح. انا اقول لك حاجه المواقف دي كانت بتمر عليا وانا بلعب مظبوط واخد بالك كتير جدا. بس انا عندي مبادئ صح. شخصيتي ومبادئ للدفاع بتقول ان المكان ده خطر صح. خطر شيل الاقرب. لو انا اقرب لمست الكوره مش هستنى الحارس بقى يقول لي سيبه ولا مسيبش مظبوط. واخد بالك هلعبها ليه لان تغيير. بعض المواقف المهاجم عايز التردد ده عشان هو يقدر يخطف لا وتعورنا منها كتير صح. بس يا كباتن في تغير خلاص بقى في كره القدم دلوقتي. ده الحارس المرمى بيلعب مع اللعيب ماشي صحيح يعني بمعنى ان انا الكره دي تحديدا المسافه ما بين عبد المنعم والمهاجم قريبه جدا فما فيهاش انك انت تروح وتيجي في القرار. فاهم قصدي؟ مظبوط. ما فيهاش الكلام ده. لازم تاخد القرار لازم هو قرار واحد صح. لان المهاجم خطوتين المهاجم في ظهري صح. الكلام ده لو امتى بقى لو النهارده الكره المهاجم بيني وبينه 5 6 متر وانا بستنى الحارس يطلعني مستني الحارس يكلمني صح. او ابص عليه اشوفه طالع ولا مش طالع. لا الكره اتلعبت عبد المنعم بينه وبين المهاجم متر. هو ايه اللي خلى المهاجم ياخد الكره ما بين الاثنين؟ ما هو قرب المسافه أيوة. بتاعه المهاجم لعبد المنعم هو الشناوي. لا لا والتردد اللي ما بينهم يا كابتن. يعني الشناوي خد بالك خروج. في بعض الاحيان خروج الشناوي ما لسه اقول لك هو اللي فرق في الكوره دي عن بدر. بص انه عبد المنعم معلش بعد اذنك يا كابتن انه حسس عبد المنعم انه خلاص انه انا قريب من الكوره. عبد المنعم ابتدى زي ما بيقولوا بلغه الكوره يهدى شويه. بس خد بالك احيانا الحارس يبقى واخد القرار ما اعرفش الكلام ده يعني انا بحسه انا كنت بحسه وانا مهاجم يبقى واخد قرار الخروج ويحس ان الـ 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 الوقت الزمن او المسافه ما تسمحش بالخروج بعد ما ياخد القرار كمان فاهم قصدي يعني انا بشوف ان الشناوي كان عايز يخرج فلقى ان المسافه قريبه جدا مش هيقدر يعني قصدي سوري بعيده شويه مش هيقدر يلحق الكوره فوقف زي ما عمل كده بالظبط واعتمد صحيح. على يعني ذكاء او قدره او فكر منع. او عقليه هنا عبد المنعم هنا لو انا قدرت غلط يبقى صوتي يقدر صح ايوه صوتي يسبق خلاص انا هقول له حاجه وكمان في حاجه فضل. مدربين حراس المرمى كلهم بيقولوها اتفضل انك انت لو عملت الخطا سر عليه اقف على المكان الخطا اللي انت واقف فيه سر على الخطا ما ترجعش عموما كابتن احمد ربنا سترها معانا الحمد لله رب العالمين. مبروك يا كابتن مبروك الف مبروك كابتن شكرا شكرا شرفتنا نورت المحكمه شكرا يا كابتن احمد شكرا كابتن بلال مبروك الله يبارك فيك يا كابتن تأهل يعني